السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. ونواصل مواضيعنا في مجال القانون، وسنعرض في حصتنا هذه موضوع تحت عنوان آثار عقد التسيير الحر بالنسبة لمشتري الأصل التجاري. آثار عقد التسيير الحر بالنسبة لمشتري الأصل التجاري. هو داخل في النظام القانوني للتاجر، إذا نحن كنهضر على النظام القانوني للتاجر، وهذا عنصر من المفاهيم التي يتطرق لها النظام القانوني التجاري. وقلنا هو العنوان تحت عنوان موضوع تحت عنوان آثار عقد التسيير الحر بالنسبة لمشتري الأصل التجاري. ولا يعني إبرام عقد التسيير الحر للأصل التجاري خروج هذا الأصل من ذمة المالك، وإنما يبقى هذا الأخير مالكا للأصل التجاري، يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، ففي ملكه فله أن يبيعه أو أن يهبه أو يرهنه أو يقايض به أو يقدمه حصة في شركة، كما يمكن أن يتم بيع الأصل التجاري جبرا على مالكه، كما لو تم التنفيذ الجبري على الأصل التجاري من قبيل الدائنين من قبل الدائنين. ولعل السؤال الذي يطرح في حالة البيع الرضائي أو الجبري هو: هل يكون للمشتري ملزما باستئناف العلاقة التعاقدية مع المسير الحر؟ الواقع أن مشتري الأصل التجاري موضوع التسيير الحر يكون ملزما بالاستمرار في تنفيذ عقد التسيير الحر المبرم من طرف البائع، ولا يتحلل المشتري من التزام هذا إلا بانتهاء المدة المحددة في هذا العقد، حيث يجوز له في هذه الحالة إما تجديد العلاقة مع المشتري مع المسير الحر عفوا، وإما العمل على إخلائه واسترجاع الأصل التجاري من أجل استغلاله شخصيا أو إكرائه لمسير حر آخر. إلا أن التزام مشتري الأصل التجاري محل عقد التسيير الحر بما ذكر آنفا يظل مشروطا بأن يكون عقد التسيير الحر قد أبرم بدون غش، وأن يكون له علاوة على ذلك تاريخ ثابت سابق للتاريخ الذي وقع فيه بين بيع الأصل التجاري. إذا قلنا بيع الأصل التجاري المعني بالأمر، كما تنص على ذلك المادة 694 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، التي ورد فيها أنه لا يفسخ عقد الكراء بالتفويت الاختياري أو الجبري للعين المقترات، ويحل المالك الجديد محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناتجة عن الكراء القائم، بشرط أن يكون هذا الكراء قد أجري بدون غش، وأن يكون له تاريخ سابق على التفويت. أما إذا لم يكن لعقد التسيير الحر للأصل التجاري تاريخ ثابت، فإنه يجوز للمشتري هذا الأصل إفراغ المسير الحر بعد أن يوجه إليه تنبيها بالإخلاء، وذلك طبقا للمادة 695 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، التي تنص على أنه إذا لم يكن الكراء واردا في حجة ثابتة التاريخ، ساغ لمكتسب الملك إخراج المكتسب بشرط أن يوجه له تنبيها بالإخلاء في المواعيد التي يقضي بها العرف. إذن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض. صباحكم مبروك، ولا أنسى أن أشكر جميع المتتبعين والمشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. مع إعادة يمكنكم إعادة أو متابعة الحصة في قناة يوتيوب جعفر تغزري. بالله التوفيق، دمتم في رعاية الله وحفظه.